ننطلق مع هذه الاعداد الهائله المشاركه والمنطلقه. شوطنا الخامس والعشرين ينطلق ويحمل بطياته الشوط اللي قايل بكار، ينطلق مع هذه الاسماء المتواجده والاربعه كيلومترات، هي الرحله المتواصله مع هذه الاسماء المتواجده والباحثه عن الناموس وعن الانتصار بهذا المسار وبهذا التحدي الجميل. نتابع البدايه، نتابع المقدمه، شعار بن سلامة ينطلق في بداية وتحديات المقدمة، يتواجد مع هذا التحدي والإبداع كنز لراشد لناصر بن راشد بن فرهود الهاجري، يتواجد مع المقدمة بشعار بن سلامة غادما بهذا التحدي، يتواجد ومحتلا للمرتبة الأولى، بينما المركز الثاني أتابع القادم بهذا الانطلاق وبهذا التحدي عذبة لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. وصل الهديفي، الله مطول الغيبات، جاب الغنايم واتى بهذا الانطلاق مع عذبة المتواجدة مع المركز الثاني بقيادة حمد بن غانم بن سلطان. الهديفي يتواجد مع المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، هنا تتقدم انذار لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد المري، يتواجد مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع وتابع سحابة لعلي بن محمد بن زيد بن ديله المري، يتواجد مع المركز الرابع. وخامسا شعار الهديفي قادما مع ربش المتواجدة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. نتابع الأسماء المتواجدة والمشاركة بهذا الانطلاق وبهذه المسيرة الجميلة التي نتابعها إذا صح الكلام. فهذه ربشة حمد بن سالم بن مبخوت بن حمد آل حنيتم مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تسير وتنطلق في تحديات ومسار هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، هناك كنز المنطلقة في صدارة هذا الشوط مع بداية الصدارة ناصر بن راشد بن فرهود الهاجري، يتواجد مع المقدمة ينطلق في تحديات أول المراكز، ما زال قائدا لمسيرة وانطلاقة هذا الشوط. أسير وتابع المركز الثاني، الهديفي قادما مع المركز الثاني، عذبة حمد بن غانم بن سلطان، الهديفي مع المركز الثاني، المركز الثالث. نتابع القادمة، انذار لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد المري مع المركز الثالث. ورابعا اتابع هنا القادمة سحابة علي بن محمد بن زيد بن ديلة المري، يتواجد في موقع التحدي والمنافسة، يحتل المرتبة الرابعة، بينما المركز الخامس اتابع القادمة بهذه اللحظات راهية لسعد بن محمد بن سعد النابت المري مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعين الأفاضل في تحدية ومسار هذا الشوط بثاني نداء، أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود مع البداية، والبداية مع انطلاقة كنز والكيلومتر الأخير يا بن سلامة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. نتابع كنز بن سلامة مع بداية هذا الشوط، ما زالت القائدة، ما زالت المتألقة، ما زالت المنفردة، ما زالت المتربعة على صدارة الشوط بانطلاقة ناصر بن راشد بن فرهود الهاجري، يتقدم من البداية يريد يواصل لين النهاية بانطلاقة كنز على البداية، ولكن عذبة قادمة حمد بن غانم بن سلطان، الهديفي مع المركز الثاني. وثالثا أتابع القادمة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي وسيلة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند قادمة مع المركز الثالث، ولكن عود مع البداية، البداية مع بن سلامة، بن سلامة ما زال مع كنز، وكنز ما زالت القائدة لمجريات هذا الشوط بدون أوامر وبدون تحريكات. ناصر بن راشد بن فرهود الهاجري، عبد الله بن علي بن سلام الهاجري متابعا لهذا الانطلاق، كنز مع البداية، الله 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 الله، معركة مع الميتيمت الأخيرة بين كنز وبين عذبة، الهديفي وبن سلامة في منافسة شيقة من أجل ناموس ومن أجل انتصار، ولكن
لكن كنز تواصل مسيرة التحدي من البداية لين النهاية وبن سلامة غايدا لهذا الشوط. كنز تحقق الإنجاز. تهانينا والمبروك لناصر بن راشد بن فرهود الهاجري على فوز كنز وتحقيق الإنجاز. تهانينا للمتابع لهذا الشعار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. تهانينا والناموس المركز الثاني عذبة للسيد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الثالث وصلت وسيلة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع وصلت قمة لسعيد بن صالح بن حمد المري. المركز الخامس لحظات وانا وافيكم بصاحبة المركز الخامس. إذن مشاهدي الكرام هاي المنافسة وتحديات هذا الشوط، فكانت كنز حاضرة من البداية لين النهاية محققة هذا الإنجاز بتوقيت زمني قدره 5 دقائق 56 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن راشد بن فرهود الهاجري، وتهانينا لعبد الله بن علي بن سلام الهاجري. للمتابع لهذا الشعار المركز الثاني جاءت عذبة بتوقيت زمني وقدره 5 دقائق 57 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي على فوز عذبة في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت وسيلة بتوقيت زمني وقدره من مسافة 4 كيلومترات 6 دقائق 3 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.